اهلين بالمعلم. اهلين بالمعلم. يعطيك العافيه حمدو. الله يخلي لنا اياك يا رب. شلونك برغوت؟ الحمد لله دائما داعي لك وبين ايديك معلم. شلون الاحوال ان شاء الله؟ الله يخلي لنا اياك يا معلم، طالما انت فوق راسنا عايشين مستورين. ايه سيدي، جبتوا لي كلفه تقديريه لتغطيه عمليه الانتخابات؟ معلوم سيدي جاهزه. لك وينها؟ تفضل. شرفوا سيدي. تسع ملايين؟ هذا مبدئيا سيدي. معلومكم بدنا ننصب خيمه وعزايم وولايم وعراضات وسيوف وترس وسجاجيد ومهرجانات خطابيه واكراميات مخاتير واطعام ورواتب وكلاء صناديق. لا تقولوا سيدي، هذا كله بيجمعها. ولا تنسى حق الاصوات معلم. برافو عليك يا برغو، هي اهم شغله سيدي، حق اصوات الناخبين. ليش قديش رح تدفعوا على الصوت؟ 1000 ليره. مو كتير 1000 ليره؟ يعني أنا كل الناس بتحبني وراح تنتخبني بدون مصاري، بس عند الضرورة معلش ادفعوا مشان تكون هالمحبة إلها مقابل. والله يا سيدي، والله بالزور لحتى قبل المختار بهالسعر. وكم صوت رح يأمن؟ على قوله بيبون على 700 صوت. إيه 700 صوت مناح. هذا طبعاً من حارتنا مو هيك؟ طبعاً سيدي، ولسه في حارات تانية ومخاتير تانية، ولا تأخذني كله كرشه كبير وكله بده يقبض ويبلع. يعني وبسلامة عرفكم سيدي، الانتخابات موسم وسوق. كلفة الخطاطين بالمكفى. نعم عم قول كلفة الخطاطين بالمكفى. طبعا، لأنه ما بتجيهم هالمناسبة إلا كل 4 سنين مرة. على كل حال معلم، هي كلفة الأسبوع الأول، وبدنا 9 ملايين تانية بالأسبوع الثاني. لأنه بالأسبوع الثاني بتحبك حبك. نعم عم قول بالأسبوع الثاني بتحبك حبك، وبيرتفع حق الصوت وبينباع بالسوق السوداء كمان. اي لك. نعم سلامتك معلم، لا غنى عنك. طيب انا رح سلم المبلغ لابو شاكر وهو بحاسبكم. لا وجيه بيك، دخيل عرضك لا تسلم دقنا لابو شاكر. وليش بقى؟ سيدي انا ما بحب احكي عن الناس، بس ابو شاكر، ولا تاخذني بهالكلمه، زمته واسعه، يعني راح يحاسبنا بشكل وراح يقدم لكم حساب بشكل تاني. هلا ابو شاكر زمته واسعه؟ ايه نعم سيدي، وانا بحطه بزمتي كمان. في عندك اثباتات؟ لا سيدي اثبات ما في، بس انا احساسي بيقول لي انه هالشخص ملوفه ومزعبر. ما بتتذكروا سيدي شلون السنه الماضيه قدم كشف مزور بتضمين البساتين؟ اتفق مع المرابعين والضمانه شكل وقبضكم شكل. هلا شو بدنا بهالحكي؟ عندكم اثبات مادي ودليل حسي؟ ما بعرف، بس طالما ما في دليل فالاحسن تضلك ساكت وخلي المحاسب ابو شاكر يشرف على عمليه الصرف بالانتخابات. طيب سيدي انتو سلموني اياها مقطوعه. لا مقطوعه ولا ممنوعه، هيك احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحساب اللي كنت حاسبه معلم. نعم لا غنى عنك سيدي. بس يا سيدي بهالطريقة خايف تنتزع الطبخة وتتربط ايدينا وما نعرف نلم اصوات. وليش بقى؟ لانه اذا كان طباخنا جعيس اشبعنا مرأة، وابو شاكر بده يهلكنا بكرة بالسؤال عن الفواتير. يعني اذا رحنا بالتاكسي بده فاتورة. طيب شو بدنا نقول له بكرة للناخب وقعلنا على وصل انك قبضت مشان تعطي صوتك لوجيه بيك؟ طيب والعمل؟ يا سيدي أنا إلي عم بشتغل عندك 5 سنين وبكل شرف وأمانة، بقى بدي ميزانية مفتوحة وعلى قد السوق من سوق. طيب حمدو اترك لي إياها يومين تانين حتى فكر. بتأمروا أمر معلم. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. السلام عليكم يا السلام عليكم. لك العمى بقلبك العمى، لك ليش عم تنحش مرتدين كثير بالسندويشه؟ بكفي قطعه وحده، شو الشغله للشبع؟ لك كلها تسكيت الجوعه. كم سندويشه لازم نساوي معلم؟ ضلوا لفوا لحتى يخلصوا. تومو يلا نشوف. يلا اشتغل انت كمان. معلم. كم وكيل عنا بمناطق الاصلاح استاذ؟
لك فوت لسانك لحلقك. لك شو بدك بهالأسئلة؟ عم نسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. بدها همة يا شباب، الله يرضى عليكم. يلا. أهلين أبو شاكر، شو وينك يا منظوم؟ ما عاد شفنا هالوش، صرت باعت لك أربع مراسيل من امبارح لليوم. أي إجي؟ شعني بين إيديك. إيه لكن يا عمي، صارت دقنة بإيدك. لا، ما في شي من هاد، كل واحد دقنة بإيد حاله. شلون الشغل معك؟ الشغل فوق الريح. ولك اخ بس لو طاوعتني واشتغلت انا وياك بجهه وحده، بس انت ما بعرف شلون عقلك. شو مالكم حاطين مرتديلا بالصندوق؟ شلون ما حاطين؟ حاطين لهون وصلت معك. لك حمدو ريحتها مرتديلا ايه، بس ما فيها ولا قطعه. هلا خلينا بالمفيد، انت شو بدك بهالشغله؟ شو هو المفيد؟ هلا هي لبنه يعني؟ هيك؟ القطاط بحطولهم مسحة أكتر من هيك؟ هلا بلا تنقير، وهات 1,700,000 ليرة وهات لأكتب لك فيهم وصل. وليش 1,700,000؟ نفقات إطعام وكلاء، وجبات سريعة للمندوبين، وأجار سجاد وكراسي خيزران من حارة الورد وخلافه. بس هيك كتير، ما بتقدر تمشي حالك ب700,000؟ لك ليك للعلاك المصدي ليه؟ لك انت شو مفكر بدي اخذ المصاري وانحشى بجيبتي دحش؟ ولك انا بدي ادفع حقوق الناس؟ لك انت بتعرف قديش اجار فرقه السيف والترس؟ ما اختلفنا، بس المبلغ كبير كتير، ما حتقدر تقدم فيه فواتير. ولك لسه بيقول لي كبير. لك حبيبي البيض ما بينقلع الا بالسمن العربي، ووجيه بيك مقامه كبير ولازم الاحتفالات تليق بمقامه. لك لانه وجيه بيك هاد مو سمان عنا بالحاره. لك كانت باطله ومحوله، الساعه اللي حطك فيها مسؤول مالي بالانتخابات. المبلغ كبير اخي، كبير كتير، ما بدفعه. الحاني بالشاي يا ولد. لك شو انت فاسد بتمك كلمه كبير؟ لك والله كانه عم تدفع وتتكرم علينا من جدنا. لا حبيبي مو من جيبتي، بس انا المحاسب وجيه بيك مفوضني ومأمني. يعني وجيه بيك مخونني؟ حال مأمن وقال لحشات الدكر ما بأمنك على دكة الباسي. شوف عمي، عجبك ما عجبك روح اشتكي لوجيه بيك، انا ما دخلني. ايوه ولا ولك صار لك لسان تحكي يا قط وعم تعمل معلم علي؟ انا مالي معلم. ها مالي معلم، هات الشاي يا ولد. لا ابو شاكر، انت زمتك واسعة، واللي زمته واسعة بيفتكر كل الناس حرامية مثله. لا حبيبي، انا زمتي مو واسعة، انا زمتي نظيفة وانظف من التلج الابيض. هيك ولا ابو شاكر؟ يلي بيشرب لبن من الزبدية بيبان على شواربه. والله ما في غيرك اللي عم يغرف من لبن الظرف ومفكر كل الناس مثل حكايتك. لك اخراس وبلا فلسفة، بدك تدفع المصاري ورجلك فوق رقبتك. يا اما قسما بالله بخربط لك هالواجهة وبجعل الله ما خلاك، فهمت ولا لا؟ هلا لا تزودها، هي عم فهمك. ها انا مالي قد حلقك العريض، انت زلمة خريج حبوس والعياذ بالله، ما بدك تقبض لقبضك، ما بدك، انت حر. هيك عم تحكي؟ ايه بسيطة يا ابو شاكر، بس بدي اياك تعرف انه ديكين على مزبلة واحدة ما بيجتمعوا. ها انت وحدك ديك المزبلة، انا والحمد لله بعمري ما عرفت القرش الحرام. راح تسكت له معلم؟ راح اسكت له كرمال وجيه بيك. انا وجيه بيك بفدي بدمي وبحافظ على ماله اكتر ما بحافظ على مالي. مو بس انت، وانا كمان بحافظ على فلوسه كأنه فلوسي واكثر، وهيك كل شريف بيعمل. بس يا عبشو ما عليك، انت بتدعمك النسوان مثل ناليمان خانوم، اما نحنا شو عم تقولوا؟ لا شو عم تقول؟ بس برغوت انت روح واقف على جنب، هيك قصص لا تدخل فيها. سيدي اعمل حالنا البل. خلاص ولا وش بالشاي؟ روح. طالما بتحرص على مال المعلم، فيك بتقلي منين جبت هالفيلا اللي بدروشا؟ الفيلا مو إلي، لمرتي، وكل الناس بتعرف إنه ورتانتها عن أمها الله يرحمها. بس أنت فيك تقلي منين هالبناية اللي بالمهاجرين؟ بقى خلي الطابق مستور بيكون أحسن. وين الشاي يا ولد؟ وصل وجي بيك. Oh,
إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيكي يا عمري. مبروك نجاحك بالبرلمان. الله يبارك فيكي، هذا كله بوقفتك معي وجهودك. ليش أنا شو سويت؟ قلي قديش كلفتك هالداكة؟ يعني حوالي 30 مليون. أوف، مو كتير؟ الحقيقة كتير، وما بعرف كيف انصرف معي هالمبلغ. على كل حال أنا بكرة عامل حفلة تكريم لكل العناصر اللي شاركوا معي مع بعض الوجهاء. عزيمة عشاء؟ إيه عشاء. وين بدك تعملها؟ هون بالحديقة، بس الله يرضى عليكي بدي طالعة قومة الصحون المالقي اللي اجونا من إيطاليا ومعالق الذهب، يعني بدنا نبيض وشنا قدام ضيوفها. ولو أقل منا، تكرم عيونك حبيبي. سعدية. نعم ستي. جيبينا 2 بوزة ولحقينا فيهم عجنينة. يا اهلا وسهلا فيكم يا ميت مرحبا. الله يخلينا اياك. الحمد لله يلي شرفنا بنجاحك. الف مبروك يا وجيه. مبروك يا رب. قسما بالله انك تستاهل يا اخي. نعم. الله يطول عمرك يا اديب بيك، هذا لطفك يا سيدي. وجيه بيك ابوه ومكسب حقيقي لهالبلد. يعني نحن من زمان ناطرين شخص مثله يمثلنا بالبرلمان لحتى هالشعب يتروحن ويتنفس شوي، يعني تنحل مشاكله. يا سيدي الله يقدرنا على الخدمه العامه. يا اهلا وسهلا. شايف المعالق اللي حاططهم وجيه بيك؟ ايه هدول ذهب حقيقي، يعني عيار 21. شو هالحكي؟ يعني مو مطليين طلي؟ حبيبي هدول اصليين، شوف الدمغة. يا سيدي الله يهني ويتم عليه. ايه؟ ومين انتخبته وجيه بيك؟ والله انا انتخبت راتب بيك لانه مالي ثقه بنفسي. بقى شلون انتخبتوني ما بعرف. الحقيقه يا اخوان انا بشكركم كل الشكر لتعاونكم وثقتكم، يعني لولا هالثقه الغاليه ما كنت طلعت نائب بالبرلمان. وبوجه الشكر كمان للمعلم حمدو خيزراني وجماعته ولابو شاكر الديب يلي أداروا المعركة الانتخابية بكل شرف وأمانة وإخلاص. يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! شو يا معلم حمدو؟ شايفك ساكت لا من تمك ولا من كمك. تعبان؟ لا والله معلم، بس شارد شوي. بلا ما تشرد هالليلة، خليك معنا حمدو. على فكرة يا جماعة، حمدو صحيح وشه عابس وقابضه جد دائما، بس ما في أخف من دمه. هات لشوف يا حمدو، طري لنا الجو شوية. أيوة. على عيني يا أحلى معلم. أنا كرمال المعلم بعمل كل شيء. هذا من غير اليوم لما كنت أنا بالسجن لأسباب سياسية طبعا. مظبوط معلم. المهم اتعلمت بعض ألعاب الخفة والقلقلة من ركاب المهجع يلي كانوا معي. طيب ورجينا شي لعبة من عندك. اي والله هذا موجود. حمدو على راسي يا معلم، على راسي. مثلا شايفين المعلقة الذهب؟ شايفينها. شو هاي؟ معلقة شو؟ ذهب. ذهب شو؟ ذهب. 24. 24. شوفوا هلا هالمعلقة الذهب وين أنا بدي حطها. وين بدي حطها؟ شوفوا. يلا. وين حطيتها؟ بالجيب. وين؟ بالجيب. إيه.
منصوح بجماعته كثير، لانه مو بس بيمتازوا بالامانه والشرف وبس، لا وخفيفين دم. شو امي؟ ما رجعت سنوى لسا؟ لا لسا. يعني ما حلا تخلص غدا؟ ولا الخانم عم تاكل بالعواد الصينية رزة ورا رزة؟ اما والله سمعة، يعني اذا البنت راحت هي وخطيبة اللي كاتب كتابه عليها، انت شو دخلك؟ امي شلون شو دخلني؟ انا اخوها. ما اختلفنا، بس الله يخلي ابوها فوق راسها. شو بكون انت وياها؟ سمعونا بقى. حكي ابنك ها؟ حاطط دابه من داب اخته، لا عملت، لا ساوت، لا راحت، لا اجت وبعدين. ماما سلوى ما بصير تطلع هي وخطيبة لحالهم، ما بصير. لسا بيقلي ما بصير. وين راحت هي وتيسير؟ عزمها على الغدا ليحددوا موعد العرس. بابا معقولة كل هالساعات وما حددوا موعد العرس؟ يمكن عم يحسبوا التكاليف والمصاريف وعدد المعازيم ولمين بدهم يقولوا ولمين ما بدهم يقولوا. يعني هيك تفاصيل بتاخذ وقت بابا، بتاخذ وقت. بقى لا تشغل بالك انت. طيب اذا خلصنا هلا من مشكله البراد ولف من مشكله البراد، معناتها بيتنا صار جاهز مجهز من البابوج للطربوش. يا ستي اول استخدام للطربوش كان سن تيسير. الله يخليك امني من سيره الطربوش هلا، لانه في عنا شيء اهم. اهم من الطربوش؟ طبعا حبيبي. نحن شو بنا نحن؟ هاي تغدينا واكلنا حلو وفواكه وهي عم نشرب قهوتنا ويا عيني علينا. صحيح، بس لسه ما حددنا موعد عرسنا. ايوة عرسنا، الحق معك. ايه حبيبي، انت بتحب يكون تاريخ عرسنا؟ ما بتفرق، شوف يلي بيناسب وعملي. طيب شو رأيك نعمل يوم تاريخ عرسنا 14 تشرين الاول؟ 14 تشرين الاول؟ لا لا، كله الا التاريخ. ليش حبيبي؟ لانه بايام الفرنساوي سنة 1925 بمثل هاليوم تمام صارت معركة زور المليحة، وكان يوميتها 4، واجوا لك الفرنساوية وجهزوا شي 1300 جندي ومعهم شي 4 طيارات تقريبا، وصارت تزد قنابل فوق هالضيع وتدمرها، تزد فوق هالضيع وتدمرها. يوم فظيع، لا فظيع كتير. ولا يهمك حبيبي، بلاها اليوم منغيره. شو رأيك ب 15 تشرين الأول؟ 15 تشرين الأول؟ لا 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 لا، كمان صعب. ليش بقى؟ لأنه بعد معركة زور المليحة يلي صارت قبل بنهار صارت معركة الضمير، وبلشت هالنجدات الفرنسية تجي من الشام بإمرة الملازم دولوز وتقتل بها العالم، وكان لسه دم يلي راح ولسه مو نشفان. تخيلي مو نشفان. كل ما بتذكر التاريخ بينشف دمي. بعيد الشر عنك حبيبي، انسى هالتاريخ بلا من أصله. فلا رجعت ارتويت. هنيا حبيبي. شكرا. طيب شو رأيك نعمله ب 17 تشرين الأول؟ هلا ما لقيتي إلا 17 تشرين الأول؟ يوم معركة حوش المباركة يلي صارت سنة 1925. طيب 18 تشرين الأول. لبكي سلوى، لبكي لبكي كتير. هاليوم مرتبط ذكرى عندي بمعركة دمشق سنة 25. تصوري صوت المدافع تضل عاملة عليه 3 أيام، واعتبارا من 18 تشرين الاول، وكانت الدنيا عصريات هيك ل 20 تشرين الاول، وعلى تهديم وحرق وقتلى وجرحى والعياذ بالله. سلوى واحزري على اثره. شو صار؟ شو صار؟ هددوا الفرنساويه انهم ما ببطلوا قصف الا بعد ما يدفعوا الناس 100,000 ليره ذهبيه، غرامه حربيه يعني، وفوق منهم كمان 3,000 باروده. تخيلي حبيبتي، مو يوم فظيع؟ فظيع شو الحكي. أنا رايح على القهوة يلعب لي دق طاولة، بدك شيء؟ بتطول؟ لا ما بطول. إذا إجت سلوى لا تخليها تنام، بدي أسمع من تمها شو صار بينها وبين خطيبها، بدي أعرف إمتى حددوا موعد العرس بقى. خاطري. الله معك. إيه؟ الله يقدم اللي فيه يا رب. طيب منيح 22 الثاني؟ 22 الثاني؟ هلأ ما لقيتي من أيام السنة كلياتها
إلا 22 الثاني يوم وعد بالفور حتى أعمل عرسي فيه. أرجوكي سلوى، أرجوكي الله يخليكي لا تهزيلي بدني، امحيلي هالتاريخ من ذاكرتك نهائي نهائي. امحي قال 22 الثاني. بدك شي أمي؟ وين رايح أمي؟ ما عرف آتي بس لسه ما قررنا لوين. بتطول؟ والله ما بعرف، على حسب الجو. إذا تأخرت لا يغلي قلبك علي، نكون عم نتسلى. يلا خاطرك أمي. الله معك أمي. طولت ما هيك؟ الغايب عذره معك، واللي مطمني إنه مع خطيبة. طيب ب14 أيار؟ لا كله إلا هاليوم. وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لأنه بهاليوم تم انسحاب القوات البريطانية من فلسطين. طيب وإذا انسحبت من فلسطين؟ قالوا إذا انسحبت أنت بتعرفي شو معنى انسحاب القوات البريطانية من فلسطين؟ خلاص بلا هاليوم بنعمله ب15 أيار. قرب 15 أيار 15 أيار. 15 أيار هو يوم إعلان دولة إسرائيل. بقى بدك يصير عرسي بيوم النكبة. طول بالك، شو صار لك؟ عم نحكي حكي، إيه ما صار شيء لسه. كيف ما صار شيء أنت الثانية؟ قال ب15 أيار قال. قصدي بلا هالتاريخ، لا تزعج حالك ولا تحر بدنك حبيبي. كيف ما انحر يا سلوى وانت عم تفتقي لي جروحاتي بهالشكل هاد؟ خلص حبيبي خلص، أنا مو قصدي، أنا قصدي إنه نحدد موعد العرس ونخلص بقى. إذا كان هيك لاقي لي شي تاريخ تاني بس ما يضرب على العصب. ها أمي، من هلأ للربع ساعة تانية إذا ما إجت سلوى رح انزل دور عليها. طول بالك شوي، نستنى شوي تاني. قالت لك بأنه مطعم بدها تتغدى هي والأفندي؟ لا، بعدين سلوى نزلت قدامك، سمعتها قالت شيء اسم مطعم؟ الله يجيبك يا طولة البال. هلأ لا تقلي 25 أيار في إنا كمان؟ طبعاً في إنا، هذا يوم صدور البيان الثلاثي من أمريكا وإنجلترا وفرنسا سنة 1950، وطبعاً كالعادة هذا البيان كمان موجه ضد العرب ولحماية إسرائيل. وليكنا قدامك لساتنا عم نحصد نتائجه لليوم. يا حبيبتي وين رايحة؟ رايحة على البيت، لأنه شايفة إنه الحديث معك ما له جدوى. شلون ما له جدوى بقى؟ شلون ما له جدوى؟ مو بدنا نحدد موعد عرسنا؟ عم ناخد ونعطي. بس أنت عم تعقدها كتير. طيب مو مشاننا بالأخير يا روحي؟ مو مشان لما بدنا نحتفل بعيد زواجنا يكون بالنا رايق بهالنهار يلي ما سبق وعكرته أي شائبة؟ سلوى شو بنا؟ لك شو بنا يا روحي؟ أرجوك تفهميني، أنا ما بدي بيوم عرسي اتذكر أي شيء عمل لي غصة بحلقي، وبهالصورة بتكون فرصتي كاملة مكملة على 24 إيراط 29 أيام. أوعك أوعك سلوى تقليلي إنه هالتاريخ ما له صدى عندك. أوعك ها؟ أوعك تقليلي إنك ما بتعرفي إنه بيوم 29 أيار سنة 1945 صار العدوان الفرنسي على الشام. يوميتها اجت فرنسا وصارت تقصف بهالمدفعية بعد ما هاجمت المجلس النيابي وقتلت كل حاميته. والله شايفة أنا اللي رح أقتل حالي منك. طيب 30 أيار؟ ولا 30، لأنه عدوان 29 أيار ضل مستمر لتاني نهار كمان. سلوى ايه وليه على حظي؟ وليه على حظي بهالعمر أنا شو مزفت؟ هلأ إذا قمنا من حسابنا 5 و6 و7 و8 و9 و10 يوم 11 حزيران مناسب. وليش قمت من حسابك كل هدول؟ لأنه بهدول صارت حرب الأيام الستة تبع النكسة، مو هيك حبيبي؟ برافو عليكي سلوى، برافو عليكي. شايفة ليش أنا متمسك فيكي ومعي حق أني حبك؟ بقى شو قلت؟ بشو؟ بإدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ ليش إدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ طبعاً حبيبتي، بإدعش حزيران سنة 1948 طلع قرار مجلس الأمن بوقف القتال وفرض الهدنة لمدة 4 أسابيع. قامت طلعت القصة كلها تخد على العرب لحتى قدروا اليهود يزبطوا وضعهم ويجيبوا أسلحة جديدة تدعمهم، هيك لحتى رجعوا بتسعة تموز وبلشوا الحرب من أول وجديد. أيوة إيه بابا رشاد، طمني ما لقيته؟ بعرف يا سلوى بعرف، بس مو بإيدي. كل ما بيقولوا 24 تموز بترتسم قدام عيوني صورة يوسف العظمة وهو بلباسه العسكري والأوسمة معلقة فوق صدره، وكيف نيران الرشاشات عم تطلع من الدبابة باتجاهه لحتى استشهد بميسلون. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا عمي يوسف بيك.
شو صار معك بالاستقالة؟ والله يا أبو رضوان ما صار شيء. طلع الطلب من عند رئيس المرآب ولساته عصيان عند المدير الفني. ليش ناوي تستقيل؟ أي والله حاجتي خدمة 20 سنة بهالوزارة، عمري انفنى وأنا قاعد هون بهالمرآب بين السيارات وريحة البنزين. يا سيدي بتعمل عين العقل، يا شغل هون رح نموت قبل أواننا. أي والله، وفوق كل هالشي لا معاش مثل العالم والخلق، ولا إضافي ولا حوافز ولا تشجيع. لا وصرنا ملتشى للموظفين، مين ما كان بيتعمر علينا. الله وكيلكم يا جماعة، صارت عندي الطلعة على ميكرو الموظفين بنهاية الدوام مثل العدرس، لأنه كل واحد ما بيقبل ينزل إلا على باب بيته، وإذا صح له يفوت الميكرو على البيت ما بيقول لا. وغير هيك بتلاقي كل واحد حامل هموم الدنيا وقالب خلقته الشكل، وكأني أنا يلي ضربتهم على إيدهم وقلت لهم تعالوا تعالوا توظفوا. واحد بيقول لك استعجل، والتاني بيقول لك لا تسريع، واحد بيقول لك علي صوت المسجلة، واحد بيقول لك وطيها شغلة. لا وكله هين إذا ما طلع لنا موظف مأنزع وحب يبيض مساطر قدام الموظفات، ببلش يعطيك أوامر طول الطريق. روح 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 من هذا الطريق، أخف عجقة، اطلع 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 دوار هنيك، لا توقف على الإشارة، طالما أنا معك ما بيسترجع حتى يخالفه، لا تنزل بالجوار مشان ما تهري دواليب المصلحة. يا حبيبي شو خايف على المصلحة؟ والله يا سيدي شغلة بتوجع الرأس. ايه بتوفيق، شو ناوي تشتغل؟ ولك في مليون شغلة، المهم الواحد يخلص من هالعلقة بقى. عم تحكي مزبوط، يعني إذا الواحد طلع على تاكسي ساعتين زمان بيطالع عد معاش المصلحة. مو هيك؟ على القليل بتضل سيد نفسك، لا حدا بيقول لك وين رحت، ولا حدا بيسألك إمتى رجعت. والراكب يلي بيعجبك بتطالعه، ويلي ما بيعجبك بتطنشه. إيه يا أخي، ويا ترى رح يوافوا لك على الاستقالة؟ والله يا أبو رضوان، إذا المدير الفني أخذ باعتباره الحاشية يلي كتب رئيس المرآب، وكتب حاشية منيحة على الطلب قبل ما يرفعه لفوق، أكيد بيتوافق على الطلب. يا سيدي روح، الله ينولك اللي ببالك، وإن شاء الله عقبال العاوزين يا رب. عاوز يا كريم. يسلموا دياتي. الله يسلمك يا رب. شو قالوا لك؟ رح يوافقوا على الاستقالة؟ لسه ما بين شيء، بس يعني إن شاء الله خير. يعني في حدا وعدك بشي ولا عم تقطش وتلحش من عندك؟ لا، مدير المرآب كتب حاشية ظريفة على الطلب ووعدني إنه يحكي مع المدير الفني. أيوة. يحكي كلام جميل بحقي مشان يوافق لي على بياض. أكيد بيحكي. إيه طبعاً، لأنه مو مصدق على الله إمتى يخلص مني. من 6 شهور، من 6 شهور بده يوظف ابن حمام بالمرآب وما كان يلاقي شاغر. إمني وهي إجا الشاغر على إيدي ورجلي. خي مو مصدقة على الله إمتى تستقيل وتصير تطلع على الميكرو ورديتين قبل الظهر وبعد الظهر. شو يعني ناوي ترتاحي مني طول النهار؟ إلا أمول قصد تقبرني، بس آن الأوان لنغير عفش البيت، حاجته 20 سنة صار لازم يطلع تقاعد هو الثاني. تكرم عينك، رح أضل دح على هالميكرو الليل النهار لحتى جدد لك عفش البيت، بس المهم نأمن على الاستقالة. يلا بدك شي؟ لا سلامتك تقبرني. يلا السلام عليكم. الله معك. وليش ناوي تستقيل يا ابو توفيق؟ حاجتي لهون استاذ، حاجتي بقى صار لازم شوف حياتي. هلا بدك تشوف حياتك بعد ما صار عمرك 50 سنة؟ شو بدنا نعمل هيك اسمتنا. طيب وشو ناوي تشتغل يا ترى؟ شو بدي اشتغل يعني؟ ليش بيطلع بايدي غير هالقعده ورا الدركسيون؟ رح استلم ميكروباص ابن حماي وردية قبل الظهر. بهالحاله معناها بدك تشتغل على الميكرو باليوم ورديتين. اي نعم. والله يا أبو توفيق ما حبيت لك يا هالشغلة. أنا شغلة؟ أنا بدي مصلحتك وحابب أنصحك، اطلع على الميكرو طول النهار وتقصف العمر، خليك بالوظيفة هون أحسن لك، على القليلة قاعد بالمرآب طول النهار فيه ومية وشرب شاي، بعدين إذا كان في عنا ضغط شغل بتشتغل لك ساعتين زمان وبتضب هالمعاش بجيبتك آخر الشهر. يعني اعتبر الوظيفة هون استراحة، ومن هون بتطلع على ورديت بعد الظهر وإنت مرتاح ونشناش. معك حق أستاذ، بس أنا هيك رغبتي، وإذا كنت حابب تخدمني وافق لي على هالطلب. طيب مدير المرآب أشر لك عليها شيء؟ إيه نعم، هي تأشيرته قدامك كل حاشية تبعه. يعني مصر؟ مو بس مصر، مصر ومصمم وعاقد العزم كمان. طيب مثل ما بدك، تكرم عينك. ها
وهي مع الموافقة. يسلموا هالايدين وان شاء الله هيك بنقدر نرد لك الجميل. ولو هذا واجبنا. الله يخليك. ولو انك ضيعت على حالك فرصة ما بتتعوض. فرصة شو؟ ليش ما قلك مدير المرأة؟ شو بده يقول لي؟ غريبة. مع انه انا قلت له انه يبلغك. شو بده يبلغني؟ نحن كنا مرشحينك لتصير السائق الخاص لسيادة الوزير. أنا؟ أنا الوزير الخاص لسائق ال... أنا ال... شو الحكي؟ شو؟ بس هلا خلاص، طالما مصر على الاستقالة فرح نضطر نرشح غيرك. لا لا، طول بالك استاذ، طول بالك، طول بالك. ليش لا ترشحوا غيري؟ ليش شبني أنا؟ شو نسيت أنك مستقيل؟ أرجوك استاذ، أتوسل إليك، إذا بدك تخدمني عن جد لا توافق لي على الاستقالة، لا ترد علي، الغي لي الطلب من عين أصله، شقه، تلفه، احرقه، بس خليني على رأس عملي. يعني بطلت تستقيل؟ شيء، ولا شو استقيل؟ الناس عم تموت 100 موتة لتلاقي وظيفة، قوم أنا استقيل هيك على البارد المستريح، إيش وجنيت أنا لأرفص نعمة الوظيفة برجلي؟ دخيلك يا استاذ، ما بدي استقيل، دخيلك ببوس إيدك، بدي ضل على رأس عملي. بس الطلب مشي. بتوقف شو هالشغلة؟ وأخذ رقم وتاريخ. بيترشح على الديوان وبينشطب الرقم والتاريخ. إيه، طيب. طالما هي رغبتك ما بتفرق. تفضل هي الطلب وتصرف فيه بمعرفة. كتر خيرك يا أستاذ، كتر خيرك، وإن شاء الله هيك الله يقدرنا على مكافاتك إلهي. لا استغفر الله، نحن ما منا غير الواجب. لا تتواضعوا أستاذ. أنت اليوم خدمتني خدمتين كبار. أول خدمة وقت قبلت لي الاستقالة وصرفتوني من الوظيفة. والخدمة الثانية وقت رجعتوني لرأس عملي. أنا ما رح أنسالكن هالمعروف طول عمري. هاي طلب الاستقالة، شفتيه؟ إيش بو؟ وافقوا لك عليه؟ وافقوا، بس أنا مالي موافق، بطرت أستقيل. ليش شقيت الطلب؟ أحمدي ربك واشكري إني لحقت حالي بآخر لحظة وعدلت عن الاستقالة. يا لطيف قديش كنت أرقط أصابيعي ندامة. وليش بقى؟ لاني كنت مترفع ومالي عرفان، كنت مرشح لمنصب كبير بالوزاره ومالي دريان. انت؟ ايه انا. من هيك مدير المرآة وافق لي بسرعه على الطلب وكتب لي حاشيه ممتازه، بده يزحلقني من طريقه. لك ما جاب لي سيره الوظيفه الجديده بالمره، قال لحاله خلينا نخلص منه قبل ما يدرى. يلا. وشو هالوظيفه يا ترى؟ راح اصير السائق الخاص لسياده الوزير. يعني لساتك شوفير؟ اللي بيشوفك ملهوش كل هالقد بفكرك رح تصير معاون وزير. ما في فايدة، طول عمرك جاهلة انت. لك بيقول لك المثل شوفير الوزير اي وزير. مستقلة هيك شغلة يعني؟ يعني رح يزيد معاشك؟ اوهو علينا، لا تسألي عن المعاش، اسألي عن الجاه، عن العز، عن الفخفخة. لك جوزك يا ام توفيق رح يصير رجل مهم، وانت رح تصيري زوجة رجل مهم، سعرك بسعر ميرفت امين تماما. شو الحكي؟ مبروك يا ابو توفيق، مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يعني صبرت ونلت، بس وينك؟ مو بكره بيعتك مع سياده الوزير تنسانا؟ لا لك الثاني ليك، معقول انساكم؟ انتوا الاصل حبيبي. امانه، ها امانه يا جماعه، من هلا عم قلكم اي شغله بدكم اياها من سيادته انا جاهز بعيوني التنتين بخدمكم. والله ما بتقصر انت، طول عمرك شهم وصاحب نخوي. اللي امتى رح تستلم الشغل؟ اعتبارا من يوم السبت اذا الله راد، وهلا انا اجازه ليوم السبت. يلا السلام عليكم. موفق ان شاء الله. موفق يا سيدي. ابو توفيق ما بدك توصايها، هندامك بدك تعتني فيه بشكل دائم، مظهرك لازم يكون دائما انيق ومرتب. اي طبعا طبعا. واوعش يوم تلبس لي قميص مجعلك بلاكوي او الدكشي فلد مشرشح او تلف على رقبتك هذا السلك اللي كنت تلبسه ايام المرقاب. اوعها، مظهرك الخارجي لازم يكون مدروس تماما، يعني شعراتك مشطين وقصار، دقنك ناعمه، اظافيرك مقصوصين، صباطك عم يلمع. ايه اكيد طبعا ما في شك. ولو هي شغله. والشغله الثانيه اللي بدي اياها منك انك بدك تتعامل مع سيادته بكل ادب واحترام، واهم شيء انك تحافظ على اسرار العمل ولا تخلي عيونك تروح يمين وشمال وادنيك تلقط اشكال والوان. حاضر. بعدين لما بتطلع ورا الدركسيون بتسوق على مهلك وبحذر وبدون تهور او طيش او ولدنه، واوعك ها اوعك تندلق دغري وتاخذ وش على سيادته، حتى لو مازح واخذ وعطى معك ما بتحكي الا الكلمه الضروريه وبس، واياك ثم اياك
انك تحاول استغلال وضعك الجديد. كيف يعني؟ يعني لا تحاول تطلب شيء من سيادته، لا توقيع ولا التماسات ولا استثناءات، مو تستغل وجودك جنبه وتروح تدحوش الورق بجيابه. لا ولا هو معقولة؟ في شيء ثاني؟ لا لا ابدا، روح هلا استلم وظيفتك واي شيء بيلزمك تراجعني لي. الله يخليك يسلمك، عن اذنك. الله معك، مع السلامة. فهمتي شو عم قل لك؟ انت هلا صرتي مرت شوفير الوزير، يعني بكره النسوان بتحاول تتقرب منك وتدهلز لك، هي بدها واسطه لابنها وهي بدها استثناء لجوزها، بقى بدي من هلا تقطع كرت لكل هالناس. وشلون بدي اقطع لهم كرت؟ ما بعرف، دبري راسك، واذا بتسمعي مني احلقي لك كل هالشله. انا شله؟ شله النسوان اللي عم تروحي وتجي معها، ام عبده البوابيري وام سمعان سرسوبه ومرت سعد اللطعي. شوفي هلا صار مستوانا غير مستواد بصراحه، يعني بس هدول رفقاتي وجيراني من 20 سنه. ولو كان بكره بصير لك رفقات جداد، لسه بتتعرفي على النسوان شوفيريه الوزراء كلياتهم، ومو بعيد ابدا تتعرفي على النسوان شوفيريه اعضاء القيادات العليا وتصيري من الطبقه المخمليه بالمجتمع. مشيني هالطلب عن سيادة الوزير. طلب شو هاد؟ طلب استقالة. ولشو الاستقالة؟ يا أبو توفيق، ما أنت أدرى بالحالة. اسمع مني بلالك ياها، المستقبل للوظيفة، لا تتركها من إيدك. معلش يا أبو توفيق، هي رغبتي، يا ريت مشيني هالطلب عن سيادة الوزير. طيب مثل ما بدك، بس اليوم عاد اجتماعها، قصدي عنده اجتماع، خلي الطلب عندي وبكرة بعرضه علي. تكرم. بكون كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بتوفيق. اهلا وسهلا. ابقى مر لعندي على المكتب، عاوزك شوي. على المكتب؟ ايه. اوكي. والله بحاول اذا كنت فاضي. حاول؟ اهلي. شو تعال قلا. شو صار معك بالنسبة للطلب؟ ما صار شيء. شيء؟ ما أبو توفيق بده يلاحق لك يا ويشوفه؟ أبو توفيق أدفني أدفي، لو بده يمشي كان مشى. انكشو احكي معه خلي يلاحق لك يا. لك شو عم تمزح أنت؟ لك بهالأيام شوفت الوزير أهون بكتير ما تشوف أبو توفيق. والله معك حق، العمى شو صار لهالزلمة؟ عقله ما عاد حمله أبدا. لك لو حاطينه وزير ما بيعمل هيك. ايه رافع مناخيره وماشي، لا عاد سلم على حدا ولا عاد شاف حدا قدامه. اتصور انه رئيس المرقب صار له يومين حايس وراه ليشوفه ما كان يقدر يشوفه. لهالدرجة الانزعة؟ واكتر، لك تصور عم يتنزح حتى على الوزير. شو هالحكي؟ وسمعت لك كمان انه ما عاد تنازل يفتح باب السيارة للسيد الوزير، وعم بيطلع ورا هالدركسيون ومناخيره مرفوع على السما، ويا ارض اشتدي ما حدا قدي. لك شو قصته؟ ليكون مسنود من حيث لا ندري. ايه اكيد مسنود، والا شلون تعين هو بالذات شوفير وزير نيه عن الخليقه؟ معك حق. سمعت لك انه عم بيرسم على وظيفه اعلى من هيك بكتير. هون بالوزاره؟ لك لا بالمجلس، قال بده يشتغل شوفير خاص بالمجلس. اه؟ العز للرز والبرغل شنق حاله. تفضل. ايه والله يسلموا هديات. قهوتك ممتازة كتير اليوم. ايه لا، طول عمره قهوتي ممتازة،
بس انت مدري وين بتشرد وانت عم تشرب قهوتي. معك حق، لانه انا ما ارتاح بالي الا بعد ما ركبنا اجهزه الانذار الجديده. انتو هيك دائما ما بتحسبوا حساب الشغله الا بعد ما يوقع الفاس بالراس. يعني لو ركبتوا اجهزه الانذار من الاول قليل شو كنتوا وفرتوا. معك حق، كنا وفرنا بلاوي، بس بصراحه نحن ما توقعنا ابدا انه تصير هيك سرقات عنا بالشوارع، ومثل ما هو معروف طول عمرها شوارعنا امان. صحيح، بعكس بلاد برا. حكت لي جارتنا قال لما راحت تعمل سياحه باوروبا ما كانت تسترجي تنزل على الشارع وهي لابسه ذهب او حامله معها مصاري زياده. ها شفتي شلون بقى؟ مو شغله غريبه. الو، اهلين نزار. اهلين وسهلين. شو الحكي؟ متأكد؟ طيب شلون صار هيك؟ يلا يلا جاي فوران. خير شو القصة؟ العمى، معقولة يكون النحس لحقنا لهون؟ شغلت لي بالي. شوفي التليفونات الجديدة اللي حطيناها رجعت تنسرق، وأجهزة الإنذار كمان انسرقت مع التليفونات. يا جماعة الخير، أكيد نحن مستهدفين من جهة تانية، لأنه هالشيء اللي عم يصير معنا مو طبيعي. إيه مو طبيعي منو؟ شو الحكي يا؟ مين هالجهة التانية يا أستاذ؟ ما بعرف، الله أعلم، العلم عند الله. بس نحن بعد هالإنجازات الضخمة لشركتنا وهالقفزات العملاقة اللي حققناها كثرت العيون علينا. لا ومو بعيد أبدا يكون في حدا عم يحفر من تحت لتحت، أو تكون شي عين صايبتنا مثلا. معقول؟ محتمل، محتمل، ليش لا؟ محتمل يا أخي، العين بتاخد حقها من الحجر، عين هي. يا جماعة، يا جماعة، أنتو خيالكم راح لبعيد كتير. نحن أمام سرقات منظمة عم تستهدف أحد أهم مشاريعنا الوطنية. يعني بألم نشرح في جريمة وفي جاني، وهالجاني لازم ينكمش. طيب شو عم تستنوا؟ شو عم تستنوا؟ ما تكمشوا، بس بتكمشوا لي. لك يا أخي مو مسؤوليتكم هاي؟ أنا بوعدكم أني خلال أسبوع واحد حط إيدي على الجاني. نحن استنفرنا كل عناصرنا، والجهات العليا بالدولة مهتمة كتير بالموضوع وبعتوا لنا تعزيزات كبيرة. يعني هلأ صار عنا إمكانية فرز لكل كبير التليفون دورية، هذا غير العناصر اللي رح ينتشروا على الأسطحة وبزوايا الشوارع ومداخل البنايات والمحلات. عظيم، عظيم جدا، هالحكي مطمئن كتير، يعني على القليل بيخلينا نفكر بهدوء. صحيح، بس نلاقي حل فني. يعني لازم نستعيد ثقة المواطنين فينا، وهالشي ما بيصير إلا إذا كانت الهواتف على أتم جاهزية. أنا حكيت مع المسيو جودات وقال إنه الحل موجود. معقول؟ ها رح أقول لك الحل، إنه يكون جهاز الهاتف والحصالة وجهاز الإنذار والكابين جسم واحد، كتلة واحدة. يعني قد ما كان الحرامي ذكي وجريء ووقح، ما رح توصله وقاحته إنه يفك الكابين من محله ويسرقه. سيدي، وإذا فكر بهالشي رح تكون عناصرنا له بالمرصاد. فعلا يا جماعة هذا أحسن حل، بس يا ترى بنقدر نلحم الكبائل مع التليفونات؟ لا لا، شو هاد؟ شو العكي؟ نلحم؟ الحام ما بيمشي لحاله هون، لابد من التعاقد على تصميم جديد. ايوه، يعني بدنا نضحي بكل التصاميم القديمة؟ والله ما في غير هالحل. مين موافق على التضحية؟ انحلت المشكلة. ايه بتصور انه حلت، بس لمعلوماتك يا سوزان انا ما راح هدالي بال قبل ما اعرف دوافع الحرامية ومين في وراهم، لانه هذا اسمه تخريب، تخريب حقيقي. ف
خير يا طير؟ الله يسترنا من شي خبرية عند الصبح. قالوا نعم. أهلين نزار. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير. فعلا هالأبو سومر ما كذب خبر. ايه دخلك قلي مين طلعوا؟ لا شو هنن هيك اعترفوا؟ يلا يلا جاي فورا. لك احذري مين طلعوا الحرامية. مين؟ جماعة المسيو جودات مندوب الشركة الأجنبية. أبو راشد أبو راشد الحقني أبو راشد وينك؟ خير؟ شوفي ليكو نط من هون مرة من جنب رجلي. شو ها؟ منو ها؟ جردون؟ لا أبو بريس. وينو هلا؟ وين راح؟ ايه شو بيعرفني دور عليه بنت نكات الزريعة. ايه وين؟ هلا هلا بضربه ايه وين بدك تضرب مني؟ وين؟ حاطيه من عندك رح حاطه انا من عندي. لك شو هالحكي انت التاني انا فيني حيل حاوطه رح يذوب على قلبي من الرعبة. لا وين بدك تهرب مني؟ ها نبس راسه نبس راسه اضربيه من عندك. ولي شو اضربه؟ ما بدي بخاف بخاف ليوم ينفخ علي. لك شو ينفخ عليكي؟ وين رحتي وتركتيني انت التاني؟ اضربيه 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 قبل ما يهرب. عجبك هيك هرب؟ لو استعجلت لك شوي كنت لحقته. لحق عليكي انت. لك شو دخلني انا؟ شغلة قتل الأبريسات شغلة رجال مو شغلة مراق. أنا عملت اللي علي حاصرته وأرغمته إنه يتجه لعندك. لو أنت تمالكتي أعصابك شوي كنا قضينا عليه. تقضي عليه؟ ولك آخ أنا اللي رح يقضي علي هالعيشة بهالبيت آخ. لك أبو راشد قديش صرنا ساكنين بهالبيت؟ شو بيعرفني؟ شو مناسبة السؤال هلا؟ أكثر من 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة ومشت هي شي مرة تقتل لي أبو بريس واحد ما في غير بتحاوط وبتحاصر وبترغمه على التراجع والانسحاب أو بتمنعه من تحقيق أهدافه. أكثر من هيك ما طلع معك. أنا ما عاد أقدر أعيش بهالبيت. وشلون صار لك عايشة فيه أكثر من 30 سنة بقى؟ وانت قلت حاجتي لهون يعني لو محكومة مؤبد كانت خلصت محكوميتي. أنا الأوان يا أبو راشد لحتى تفك أسري وترحلني من البيت. يا طيب ما بدي أعرف شو السبب. لهلأ ما بتعرف شو السبب؟ تلفت أعصابي أنا يا أبو راشد. شي بيطلع لي أبو بريس بأرض ديار، شي بينط لي جردون من قلب المطبخ مثل ما صار فيي هلأ، شي بلاقي فرخ حية بين تنكات الزريعة. لا هذا غير الصراصير والنمل وبقية الزواحف كمان. يا أم راشد كل البيوت العربي معرضة لهيك شيء، يعني ما في أرض الديار وفيها زريعة بتخلى من شوية حشرات. أنت التانية يلا وأنا شو الله جابرني عيش ببيت عربي؟ الله وكيلك يا أبو راشد شطف الأرض الديار رح يقصف عمري، وبعدين تنظيف الأوض والحيطان العالية رح يجيب أجلي. ولا هي العلية كناسة درجها قليل صدقني عم يقطع نفسي. لك إمتى يا أبو راشد امتى هيك بدي عشت لي مثل الخلق والعالم يومين بشقة صغيرة محندقة فيها باب وشبابيك وفيها حمام وسيراميك ومطبخ أمريكي امتى؟ يا أم راشد انت عم تغلطي. مثل البيت العربي ما بتلاقي؟ ولك يلي بعيش هون بهالهوايات وهالطراوي بعيش بشقة مخنوقة؟ أنا من جهتي قبلاني قبلاني اختنق بشقة صغيرة. المهم تخلصني بعدين. تعال قلك وين بدنا نجوز راشد؟ وين يعني معنا هون؟ يو يعني ما بتعرف ليش الصبي صار فاسخ خطبته مرتين؟ بتعرفي ليش؟ لا لأنه تنقايتك عاطلة وما بتسوى. إيه لكان؟ إيه لكان؟ إيه لا طبعاً. لا إيه لا مو مزبوط منوب بس لأنه ولا بنت قبلت تعيش ببيت حما. كل بنت من بنات هالأيام بدها بيت لحالها. الله يرضى عليك يا أبو راشد دبر له بيت لابنك احسن ما يتعقد من الجواز ويضل عانس كل عمره. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. ما كنا نخلص من هالكوانه بقى كل هالشي لانه طلع لك ابو بريس؟ لو كان طلع لك حنش شو كنت ساويتي؟ اعوذ بالله فضائل قل هو الله احد انت الثاني.
ماشي؟ اوعك تنسى تمرق لعند الدلال ابو زكي. مالي نسيان. اي شو رح تقول له؟ شو بدي اقول له يعني؟ بدنا نبيع البيت. لا مو بس هيك، فهموا انه بنقبل داكيشه، بندكش على بيتين صغار. اي رح اقول له. ابو راشد خليه يلاقي لنا زبون بسرعه، كل ما استعجل كل ما بيكون احسن. شو مفكرتي حاطط الزباين عنده بالدرج؟ شوفوا الثانية شلون بتزت الكلام زد. خلاص خلي شغلي على تيسير الله. انت الثانية خاطرك. الله معك. تفضل اخي ابو راشد. يسلم وديات ان شاء الله. ايه شو قلت اخي ابو زكي؟ وقديش مساحه البيت؟ 120 متر وارضه ديار 100. حلو. طيب وقديش طالبين فيه؟ يا سيدي السنه الماضيه كان بدنا 4 ملايين. يرحم ايام السنه الماضيه، هلا السوق مهور وكل ماله لورا وما فيك اسعار بنوب. ايه والمعنى؟ المعنى بدك تطري ايدك اذا كنت ناوي تبيع. لحد قديش يعني؟ مليونين مليونين ونص، وضحاك بعبك اذا جاك هيك سعر. ايه بس هيك ما بكفي حق بيتين. ما عليك انت، تريك الشغله علي اخي، انت بدك تبيع برخيص وبعدين بدك تشتري برخيص، السوق كله مهور. السوق مهور مهور، ما اختلفنا منوب، بس لا تنسى انه البيت بنص البلد. هالحكي كان زمان، هلا الناس عم ترغب بالضواحي، ما عاد حدا حاب يسكن بنص البلد. بعدين البيت مهاريك بعرفه منيح، يعني اذا حبيت ترممه بتحط عليه بقرة جحي. هذا اذا وافقوا لك على الترميم، واذا عملت فالح وسرقت لك غرفتين على سطوح بجوز الاساسات ما تتحمل، وغير هيك البيت مخنوق وماله منفس هوا، حريق بالصيف وغريق بالشتاء، ومطبخه مغم وبيعمي على القلب. بقى اسمع مني وخلص منه على هون سبب. خلاص ابو زكي الله يرضى عليك، انت فصل ونحن من البيس، لقلنا شي زبون بسرعه. ايدي بزنارك وينه؟ عين خير عين خير، ادعي لربك يجي بطريقنا شي واحد اعمى قلب يقبل فيه على علاته. لا ما بدنا اعمى قلب انت الثاني، بدنا شي زبون راكي زيك. الله يرضى عليك، يلا سلام عليكم دايما اخي. اهلا ابو راشد. الله يسلمك. مع السلامة. الله يرضى عليك. هو قال لك انه السنة الماضية كان ممكن يجيب 4 ملايين؟ اي نعم. اخ لك اخ بس لو سمعت كلامي. لك ابو راشد انا كم سنه صار لي عم نقفو راسك مش انا البيت؟ هو من جهه النق والساق، طول عمرك بتنقي وبتسقي، مو جديده عليك الشغله منوب. شو قصدك؟ مو قصدي شيء مو قصدي شيء، لا تستلميني 10 بلدي هلا تنيه. ايه قوم افتح الباب قوم. نايم خيرك. مين؟ انا ابو زكي مع زبون للبيت. ابو زكي لحق يلاقي زبون بهالسرعه؟ يلا يلا اهلين وسهلين. اهلين خذ طريق ابو راشد. ايه على عيني وراسي. تفضلوا. تفضلي مدموزيل. تفضلي مدموزيل. شرف شرف استاذ. اسلام. يلا يلا اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلوا فوتوا. يعطيك العافيه اختي ابو راشد. الله يعافيك. ايه اخي هذا هو البيت، عاين وتفحص على كيفك. على اذنكم. تفضلي اسلام. بتعرفي سهير؟ المنطقة هون صارت مطلوبة كتير. ليش؟ لأنها بنص البلد بالسنتر، يعني قد ما دقر السوق بالضواحي هون ما بيدقر. بعدين كل شيء هون قريب عليكي، نص مشاويرك بتقضيها مشي، مو أحسن ما تلتحشي بالضواحي وتتمرمطي بالمواصلات؟ بس كأنه بعيد عن الشارع شوي. كل ما بعدنا عن الشارع كل ما بيكون أحسن، على القليلة بنبعد عن الغبرة وضجة السيارات. شوفي شوفي قديش في يكون وهدوء والهواء نظيف، لأنه العمار اللي حواليكي كله عربي، والشمس تضرب على الحيطان نص النهار، يعني بارد بالصيف دافي بالشتاء، وما في داعي لا نطلع على المصايف ولا نروح على البحر. بعدين أنا حاسب حساب لأولادنا بالمستقبل. شايفي أرض هديار هاي؟ رح أعملها أحسن ملعب إلهم، وهون رح أنصب لهم مرجوحة، خليهم ينططوا ويلعبوا ليقولوا حاجة. عفوا بالله قديش مساحته؟ 100 220 متر غير ارض ديار. وقديش طالبين فيه؟
نهايته 3 ملايين، ولو ما السوق داير ما بتحصلوه بأربعة ونص، بقى شو قلتوا؟ ماشي الحال، رح نقلب موضوع براسنا يومين ثلاثة وبعدين بنرد لكم خبر، عن إذنكم. تفضلوا تفضلوا، شايفي مدام؟ شايفة المطبخ شو نشرب؟ إيه بس مهرهر شوي. ما بده شيء، سطلين تهان وشوية تظبيط بيطلع أحلى من مطابخ الدعايات، بعدين هنيك بالزاوية بتحطي لك تلفزيون صغير. وعندك هون بتقيمي الكراكيب كلها هي وبتحطي ميكروويف، وعندك الفريزر بتحطيها بديك الجهة، هون بالنص بتقدري تحطي طاولة صفراء، يعني بتقدري تستعمليه مثل أوضة قعدة. طيب في مي سخنة بالمبلغ؟ يا ستي منطيف سخان مي، ما مشكلة، بعدين وينك؟ لا هيك ولا هيك، بنقدر نحط جهاز طاقة شمسية على الأسطوح. ليش الأسطوح إله؟ إيه طبعاً هيك الاتفاق. تعي تفرجي على الباحة برا شو شرحها وبتشرح الفؤاد. هالأرض الديار حلوة كتير. هلأ الأسطوح بيتعمر عليه كمان؟ لكن بابا لك، إذا بتطلعي حواليك بتلاقي كله معمر. بعدين على هو ما سمعت إنه الجيران هون كتير أكابر وأوادم، يعني ما حدا بيشتكي على حدا وكل واحد بحاله. بعدين بتشوفي لك شي يوم عطلة بتسرقي لك غرفتين ومنافعون. سرقة؟ يعني ما في تنظيم؟ لك شو بكير تعبتي؟ نص بيوت البلد سرقة وخارجة عن التنظيم، مو هالمشكلة الكبيرة يعني. أبو راشد شلون الجيران هون؟ ممتازين ممتازين كتير. ها بعدين إذا ما بدك تعمري على الأسطوح بتقدري تستثمري، يعني جوزك بس يرجع من كندا بالسلامة رح ينبهر بالبيت، والمصاري اللي جايبهم معه بيقدر يعمل مشروع ويستثمره. بشو بده يستثمره؟ ولو فيك تعملي مطعم كافيتيريا، أغلب البيوت اللي مثل هاي القديمة عم يعملوها مطاعم كافيتيريات. بعدين شو اسمها هالشغلة؟ كل شوية ديكورات وكم مقلوب وموسيقى هادية، وبتشوف شلون بتقصي العملة قص، وهي دقني إذا ما بتشوفي السواح عم يكفتوا عليكم كفت. طيب إذا حبينا نعمل مطعم أو كافيتيريا بتترخص يا ترى؟ ولك يا بابا ما في شيء ما بيترخص، أنت بس تنوي أنا بدبر لك ترخيص. بابا ما عرفت قديش مصرياته؟ هو المهم يعجبك يا مدام، قلبي الموضوع كم يوم بعليك بعدين بنحكي بالمصاري. مثل ما قلت لك هاي الحاره بدها تتوسع، يعني البيت اكيد رح يغلى. تفضلوا تفضلوا معنا. شو خدي طريق اختي ام راشد؟ اهلين تفضلوا. شرفي شرفي شرف استاذ، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا يلا يا سلام يا سلام على هالبيت ما أكبره. تعرفي والله حاسس حالي كأني بالملعب البلدي. بينعنش القلب. بعدين وينك؟ إذا ما بدنا نسكنه فينا نأجره. ليش بيتأجر معنا؟ الله يسامحك قلبي تأجر قاد. أصلا السفراء الأجانب ما عادوا سكنوا إلا ببيوت عربي، حبوها كتير السكنة بالبيت العربي، عم يدوروا على هيك بيوت بسراج وفتيلة. والله أنا سمعت هيك شيء. لسا من يومين ثلاثة طلب مني سفير تركمانيا 3 بيوت إله وللقائم والملحق التجاري. بعدين هدول الأجانب دفيعها، ما حدا بيقول لك كتير ولا قليل، أبداً أطلب تعطى. بعدين وينه؟ إذا ما حبينا نأجره فترة طويلة نأجره يومي أكيد لسياح، وغير السياح كمان بيتأجر للتصوير التلفزيوني. لك شو ما عم تشوفي مسلسلات محلية أنتي؟ يه طبعاً عم شوف. ثلاث أرباعها عم تتصور بالبيوت العربي، الله وكيلك بيموتوا على هيك بيوت. بعدين بتعرفي قديش بيدفعوا كل يوم إجرة؟ 2000 ليرة، يعني بالشهر 60,000. وهالشغلة دوارة على مدار السنة صيف شتاء، والحمد لله مسلسلاتنا مطلوبة بكل المحطات الفضائية العربية ومنتشرة كمان، والكل عم يستفيد. هو البيت معقول ما بو شي، بس يعني لو هلا ما رح نعطيهم من راسنا خبر مشان ما يرفعوا السعر ويطمعوا علينا. تركي علي. ايه سيدي نحنا رح نفكر هيك يومين ثلاثة بالموضوع وبعدين أرد لكم خبر. على راحتك، بستناك بالمكتب. تفضل. حارة مرتبة كتير، وهذا هو البيت أخي. إيه والله راح تنبسط منه كتير. يا سلام شي حلو كتير كتير، هذا طلبنا. شايفني هاي الحارة ضيقة، معناتها ما في سيارات تفوت وسيارات تطلع. إذا
لك الساوي مستودع ما بيلزمها غير شو هونداي عربيتين صغار بس. يلا يلا خذوا لنا طريق يا جماعه. تفضل عمي تفضلوا تعالوا. شرفوك شرف عمي. ظريف واسع وكبير شايف بابا؟ شايف؟ هذا البيت إذا حبينا ما عملوا مستودع فينا نساوي مشغل كل المشاغل بالحريقة بيوت مثل هي. كم ماكينة ومقص وأربع خمس عاملات صار في عنا معمل قمصان أو بيجامات. شايف هالوسع؟ شايف؟ بعدين الترخيص الصناعي والسجل التجاري ما في أسهل منه. وإذا شغلنا مشي وما عدنا لحقنا طلبات على السوق منقدر نضم شي غرفة من هالغرف ومنسقط فيها كم ماكينة ومنقول يا ميسر. مزبوط مزبوط. شايفة يا أم راشد؟ شايفة؟ شايفة قديش البيت مرغوب؟ هي صار جاي أكتر من 10 زباين. معك حق يا أبو راشد، يمكن نحنا ما كنا عرفانين قيمته. بيت مهوي ومشمس وبنص البلد، شلون بدنا نتنازل عنه؟ بعدين فينا نسرق غرفتين على الأسطوح، الجيران حوالينا ما حدا بيحكي شي. إيه والله فكرة، على القليلة بينضب فيهن راشد. بعدين فينا نعملوا قهوة مثل ما قالوا آخر دفعة من الزباين. بالفعل شغلة بتقص العملة قص. كيف كانت غايبة عن بالنا يا أم راشد؟ أبو راشد إذا بدك من أجره لسفراء أجانب أو لتصوير تلفزيوني. يا سيدي بالمستقبل فينا نعمله مشغل. بالفعل يا أم راشد هالبيت كنز، كنز حقيقي. شايف منيح اللي ما فرطنا فيه. حي يا أبو راشد. حي حي حي. والله احترت نبيعه ولا ما نبيعه.